من ناحية أخرى، يعني أنا كمواطن عشان يعني أجيب عن سؤال ما، عن رأيي في شيء ما، لابد أن يتوفر لدي حد ما من المعلومات. صحيح. يعني من هنا بسأل حضرتك، هل نحن فعلا في مصر محتاجين لقانون لتنظيم تداول المعلومات؟ والله دي نقطة مهمة. هو النقطة المهمة يعني إيه تنظيم؟ لأنه قد يكون التنظيم هو تضييق، وقد يكون التنظيم هو توسيع، أو يعني بمعنى بسيط إتاحة. يعني أنا عايز أقول إنه يعني يجب أن ننظر للإتاحة من منطلق إنه المعلومة بتمكن المواطن. أي فإذا كنا عايزين نمكن المواطن، نمكنه اقتصاديا، يعني أنا هقول لحضرتك مثال بسيط. مثلا يعني الناس اللي بتشتغل في مشروعات صغيرة، لو كان ما عندهاش المعلومات الكافية ممكن تتخذ قرارات خاطئة، والمشروع الصغير لا يستطيع أن يتحمل قرار خاطئ. أو يعني أن المشروع الكبير يعني ممكن يتحمل، لكن المشروع الصغير لا يتحمل قرار. صحيح. هيفلس على طول. فهنا عشان كده بقول إنه المعلومات دي حاجة ممكنة للمواطن، سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا، الناحية البيئية إلى آخره، يعني في حاجات كثيرة جدا. ففكرة الإتاحة يعني أنا متفق فيها تمام، لابد من إتاحة كل المعلومات لكل الناس، وما نقولش إن إحنا بنقيد الإتاحة لأي سبب من الأسباب. طبعا في ضوابط، وإحنا عندنا المادة 68 في الدستور المتعلقة بحرية تداول المعلومات، مادة متقدمة جدا. ويعني أنا بحيي طبعا كل من كان مسؤول عن هذه المادة وعلى الوصول بها لهذه المرحلة. في ناس كتير بتقول طيب عايزين نعمل قانون يعني يحول هذه المادة إلى واقع فعلي. أنا وجهة نظري أنه إحنا ما عندناش قانون لحرية تداول المعلومات. في دول كثيرة عندها في العالم قانون حرية. أنا وجهة نظري إذا كان القانون اللي هيصدر هيكون مقيد للمعلومات بلاش، يعني عشان المعلومات دي ممكنة للمواطن، فأنا مش عايز أحط قيود تمنع تمكين المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا الى اخره. فبالتالي يعني من وجهه نظري روح القانون بتاع حريه تداول المعلومات انه تبقى كل الاجهزه، وانا بتكلم هنا على الاجهزه الحكوميه بالدرجه الاولى، انها تتيح المعلومات اللي المواطن يحتاجها. وتتيح المعلومات اللي المواطن قد لا يحتاجها لكن ممكن يستفيد بيها في ان هو يعمل حاجه اضافيه تكون مفيده للبلد للمجتمع ككل. لانه مش بالضروره ان انا احدد للمواطن هو عايز ايه، يعني لازم كل المعلومات تبقى متاحه، والمواطن بدرجات مختلفه فئات مختلفه بتتعامل مع هذه المعلومات بطريقه ايجابيه. فانا لست من انصار تقييد المعلومات لاي سبب من الاسباب. طبعا في ضوابط معينه متعلقه بالامن القومي ومتعلقه ب يعني في ضوابط مؤكد لابد من مراعاتها مذكوره في الدستور على فكره. في الماده يعني هي على وجه التحديد الحاجات المرتبطه بالامن القومي. وهنا عايز افرق بين الجهات والقضايا بتاعت الامن القومي. يعني احنا عاده بنتصور انه عشان نحافظ على الامن القومي فاي معلومه مرتبطه ب وزارة كذا وكذا وكذا تبقى غير متاحة، في حين أنه مثلا في حاجات قد تكون متعلقة بمحاضر اجتماعات سفير مصر في دولة معينة مع مثلا بعض المسؤولين، قد تكون دي معلومات سرية يعني يجب الحفاظ على سريتها. لكن كمان اللي ذكر في المادة 68 في الدستور أنه إحنا ذكرنا أنه الوثائق لازم يكون لها عمر معين، يعني الوثيقه دي ممكن تفضل يعني سريه، يعني تكون سريه لمده 50 ثم سنة. يتاح نشرها 10 سنوات على حسب يعني اهميتها. لكن بغض النظر عن الوثائق انا بتكلم عن المعلومات والاحصاءات اللي هي ممكن تكون مفيده جدا للمواطن، يجب عدم وضع اي قيود عليها، لانها دي يعني زي ما بيقولوا دي ملكيه عامه. ولا وخصوصا انها ممكن انها تبقى يعني في مواجهه معلومات مغلوطه لابد من مواجهتها، فهي معلومه تجاه يعني معلومة. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا بجد إن في كثير من الإنجازات اللي بتحدث لأنه ما فيش توثيق كافي لها، فمحدش قادر يتكلم عليها بشكل مبني على القرائن. يعني في أمثلة كثيرة، يعني هي حاجات ممكن تكون إيجابية جدا لكن الواحد يبحث عن معلومات عليها ما يلاقيهاش، لأنه الجهة الإدارية أو الجهة التنفيذية مش مهتمة إنها تطلع هذه المعلومات. فأنا بعتقد مهم إن إحنا ننظر لموضوع المعلومات،
ونتذكر دايما انه المقولة اللي بتتقال انه الديتا هي النيو اويل، يعني هي النفط الجديد جديد. يعني هي البترول البترول جديد، نفط جديد. فكمية المعلومات الموجودة عندنا تنظيمها واستخدامها في بناء كثير من الأمور قد يكون في حد ذاته هو مولد للثروة في حد ذاته. صحيح. ويعني في أمثلة كثيرة ممكن واحد يقولها، أنه مثلا في دراسات بتقول أن صناعة السيارات في ألمانيا، طبعا شركات السيارات أول حاجة بتكسب منها هي أنها تبيع العربية، وبعد كده بتبيع قطع الغيار. بقى بيتقال أنه في سنة 2040 هيبقى العائد من المعلومات في صناعة السيارات هيكون هو رقم 2، مش بيع قطع الغيار. ليه؟ لأنه في كل العربيات الجديدة في مجسات معينة، في سنسورز بتطلع معلومات، والمعلومات دي ممكن استخدامها في حاجات كثيرة جدا متعلقة مثلا بتسويق المنتجات، بالحاجات البيئية، بحاجات صناعية، بحاجات زراعية. يعني ثروة بتولد ثروة أخرى يعني. فمش لازم ننظر المعلومات بتخوف، بالعكس لازم نحن نتيحها. ولازم نعرف كمان أنه المعلومات بيتم قياسها في العالم بطرق كثيرة جدا، فما نحرمش نفسنا ونترك للآخرين قياس المعلومات علينا، وما تبقاش موجودة عندنا تبقى موجودة عند آخرين. صحيح.